السلام عليكم. في الفيديو ده هشرح ازاي ممكن نعمل سؤال ترتيب الجمل عشان نكون فقرة او باراجراف، اوكي، اللي هو بتاع year 5. هندخل على الفورمز، هنفتح الفورمز طبعا، هنختار هنا new quiz، اغير الاسم، نخلي هنا رايتنج مثلا، بعدين هضغط هنا على add new، علامة الزائد، وهاجي عند السهم الأخير هضغط عليه واختار أول اختيار اللي هو ranking، هضغط على أول واحد زي ما احنا شايفين هنا. هتكتبي هنا السؤال، مثلا reorder، هنا بقى بكتب الجمل مترتبين، يعني القصة اللي انا هعملها او الباراجراف اللي انا هعمله اكتبه هنا الجمل تحت بعضيها مترتبين. هنا هو مديني 3 جمل بس، انا لو عايزة ازود اخليهم 4 أو 5 بضغط على علامة الزائد بيظهر لي واحد كمان، وببدأ هنا هكتبها مترتبة. last Monday I went to Paracaya. انزل تحت، سوري، هنا بعد ما كتبتهم زي ما احنا شايفين لازم بتكتبيهم بالترتيب الصحيح، وبحدد الدرجة هنا بخليها 4 مثلا، وهنا لازم افعل الزر اللي هو required،
ممكن لو عايزة تعملي تضيفي واحد تاني، يعني عايزة تعملي التدريب أكتر من تدريب مع بعض، يعني ده رقم واحد مثلا. رقم اتنين تضغطي على علامة البلس وتيجي عند السه وتروحي عند رانكينج وتضغط عليها وتعملي تاني فقرة تانية لو انت حابة. طيب هنا عايزين نشوف نضغط على البريفيو عشان نشوف شكلها. هنا طبعا الشكل زي ما احنا شايفين هو مترتب هنا، بس طبعا هيروح للبنات متلخبط، مش هيروح للبنات كده. بعدين هاجي في السيتنج زي ما احنا عارفين، برضو تشوفي السيتنج بتعملي only people in my organization can respond record name one response per person. ممكن تغيروا الثيم لو انتوا عاوزين. كده خلصنا، تعملي شير، بعد كده تضغطي على الشير وتاخدي اللينك تبعتيه للفريق بتاعك او للبنات عشان يحلوه. وبس it's very easy، سهل جدا مش صعب. البنات لما بيجوا يحلوه بتعرفيهم انك بتضغطي على المربع وتطلعي وتنزلي عشان تبدلي الجمل مع بعضيهم. والسلام عليكم.